ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ترحيب تلجل الصداها، ارحبوا من طيب صدر وطيب نيه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ترحيب تلجل الصداها، ارحبوا من طيب صدر وطيب نيه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ترحيب تلجل الصداها، ارحبوا من طيب صدر وطيب نيه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ترحيب تلجل الصداها، ارحبوا من طيب صدر وطيب نيه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ثم ارحبوا والنار حيه، ارحبوا يا اهل الشجاعه والحميه، ارحبوا ترحيب تلجل الصداها، ارحبوا من طيب صدر وطيب نيه. ما للنجوم اراها بيننا لمعت، وقد اتت هاهنا بالنور تغنينا. يا فتية العلم نلتم خير جهدكم، وصرتم اليوم فرسانا ميامينا. طلابنا بارك الرحمن جهدكم، وفيكم ولكم منا تهانينا. طلابنا للعلا سيروا مكللة، لكم مساعيكم خوضوا الميادين، وحلقوا في سماء المجد في وطن أعطاكم الأمن حينا والوفا حينا، في دولة قادها صقر بحكمته. شكرا شكرا أبا متعب عما رخى فينا. حققت بالبذل يا مولاي أمنية، وبالعطاء كثيرا من أمانينا. عش طالب العلم في أفياء مملكة، وادع الإله وسل خير المجيبين، أن ينصر الله دين الحق في وطني، ويحفظ الدار والحكام آمينا. الحمد لله القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على خير الورى وخير من سار على الثرى، المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما لاح برق في الأباطح أو خبا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا.
صلوا على من تدخلون بجاهه دار السلام وتبلغون المطلب، صلوا عليه وسلموا وترحموا، وردوا به حوض الكرامة مشربا. صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور طلعته يشق الغيهبا. سعادة محافظ محافظة بلقرن، أصحاب السعادة رؤساء المراكز، أصحاب السعادة مشائخ القبائل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم، حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. مرحباً ألف، مرحباً كثيراً، مرحباً بكم وبحضوركم هذا الحفل الكريم. جئنا الليلة للاحتفاء بهذه الكوكبة، بل بلبنة عطاء في هذا الوطن، فوجدنا أنفسنا نحتفي بالوطن في يومه المجيد، فجعلنا هذا اليوم السعيد احتفالاً ببناة الوطن في يوم الوطن. أيها الحفل الكريم، شمس التفوق تشرق من جديد في حضوركم المشرق السعيد، ها هي ابتسامة النجاح ترتسم على قلوب تشربت الجد والعمل، فهنيئاً لنا هم وهنيئاً لهم ما هم فيه. إن التنافس الشريف سمة من سمات الإسلام، وهو الذي يدفع الإنسان للوصول إلى نقطة البداية بعد النهاية. ها نحن اليوم نقطف ثمرة من ثمار التفوق والتميز، ونقف هنا في لحظات تاريخية من حياتنا نشعر فيها بالفخر والاعتزاز لوصول هذه الكوكبة إلى القمة، فهنيئاً لهم ولأسرهم، هنيئاً لنا، هنيئاً للوطن، هذه اللبنة الصالحة، هنيئاً لكل من شاركهم فرحتهم، هنيئاً لمعلميهم المشاركين في البناء بأمانة، هنيئاً ثم هنيئاً لقبائل الصهب هذا المنجز العظيم، وهنيئاً قبل هؤلاء كلهم، هنيئاً لهذا الرجل المعطاء الذي أعطى وبذل ورعى وسيظل يرعى التميز والإبداع والتفوق. هنيئاً لمجتمع فيه رجل استعبد ماله فوظفه في خدمة مجتمعه، وها نحن في مثل هذه الليلة من كل عام نحصد إحدى ثمرات جائزة الشيخ علي بن مسعد للتفوق العلمي بعفراء، والتي تعد رافداً من روافد البناء بمحافظة بلقرن، بل من روافد البناء لهذا الوطن المعطاء. سعادة المحافظ، أيها الحفل الكريم، دائماً خير بداية لكل بداية القرآن الكريم، والأستاذ يوسف بن عبد الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، ونحن على مقربة جدا من ذكرى عزيزة على قلوبنا، ألا وهي ذكرى توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، باني هذا الوطن الشامخ الكبير، والذي قاده من بعده أبناء بررة قادونا إلى ما نحن فيه. ولقرب هذه المناسبة حق للوطن علينا أن نقف له وقفة وفاء، فوطني ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب. أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في قلوبنا، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب. أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر، أيها الوطن يا من أحببناه منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة، وأنت كبسمة العمر. وطني، من لي بغيرك عشقا؟ وطني، من لي بغيرك عشقا فأعشقه ولمن أتغنى؟ ومن لي بغيرك شوقا وأشتاق له؟ وطني أيها الحب الخالد، وطني ستبقى الحب الأبدي. حفظ الله أمنك وأمانك، حفظ الله حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله ولي عهده وولي ولي عهده، حفظ الله لنا هذا الوطن من كل الشرور. وحقاً وطن لا نحتفي فيه ولا نحميه لا نستحق العيش فيه. سعادة المحافظ، أيها الحفل الكريم، التفوق كلمة جميلة ومعنى أجمل تطمح إليه كل نفس، لا ينال إلا بالجد وعلو الهمة، شعر بحلاوته من ذاق طعمه. ليس للتفوق حدود ولا يختص بمجال، فهنيئاً هنيئاً هنيئاً لكل من رام التفوق وسعى للوصول إليه. للشعر حضور في التغني بالإنجاز والمنجز والاحتفاء بالتفوق والمتفوقين. قصيدة للشاعر علي بن ظافر بن عايض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. قصيدة بعنوان الجائزة. بسم الله أبدأ من عذيب أفكاري، شعر يقدي في الظلام الساري. بسم الله أبدأ من عذيب أفكاري، شعر يقدي في الظلام الساري. فرايد في عقدها منظومة، ما هي بالسوام ولا الشاري، لكنها للمستمع مهدية، يستاهلون السامعين أشعاري. يطيب للهاجس لطيب الموقف، موقف شرف والقول فيه إجباري. أبذر حروفي برض ما هي سبخة، وأبذر إذا هبت هبوب الذاري. يا مرحبا باللي رعاها الحفلة، محافظ الله في المواقف طاري. يطرونه اللي راجعوه وقالوا رجل حكيم وعادل ويداري. دون المشايخ الأربعة برحب، ونيابة عن ساكنين الداري. أهل عفرة عاداتهم معروفة،
سعد الضيوف ومكرمين الجاري، ودون بن مسعد علي برحب، نبع المكارم مثل نهر جاري، أبو أويس الله يطول عمره شيخ الفعول وشيخ للتجاري، علمهم أن المال ما هو غاية، وسيلة للخير والأخياري، واللي يريد الفانية مشروع عز الله أنه ما هو استثماري، يعيش في الدنيا يخدم الدرهم، ويضيع منه العمر ما هو داري، واللي يريد الباقية يستثمر معظم مشاريعه لوجه الباري. هذا عسى الله ياجره ويثيبه، الله يجيره من لهيب الناري، في يوم ما به ظل إلا ظله، ما ينفع الدرهم ولا الديناري. اليوم صارت جائزة بن مسعد يفخر بها اللي نالها ويماري، الجائزة وأهدافها سامية تبقى على طول المدى تذكاري، تحفيز للمستقبل التعليمي حتى أصبحت في المجتمع معياري. مبروك يا فرسان، هذا الموسم نلتم شرفها وابتدى المشواري، اختامها دعوة ومنها المنبر، رد الجمايل ما به المعذاري، أبو أويس اللي خدم مجتمعه يستاهل التكريم بالقنطاري، مهما بذلنا المال فيه تكريمه، والله ما نجزيه لو معشاري، لكن له حق علينا واجب نكرمه في محفل سماري، نكرمه في محفل سماري. سلامتكم. سلمت، صح لسانك وبيض الله وجهك، ما قصرت. أهالي عفراء، أيها العنصر الكريم ومعدن الشرف الصميم، أصلكم راسخ وفرعكم شامخ ومجدكم باذخ وحسبكم شادخ، ما أتتكم المحاسن عن كلالة ولا ظفرتم بالهدى عن ضلالة، دوحة رسب عرقها وسمق فرعها وطاب عودها واعتدل عمودها، فهنيئاً لكم وهنيئاً لنا بكم. كلمة أهالي عفراء والشيخ سلطان بن محمد بن دخيل. لك الحمد حمداً نستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرًا، لك الحمد حمداً طيباً يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد تعظيماً لوجهك قائماً يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد حمداً لك الحمد مقروناً بشكرك دائماً، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى، ثم الصلاة عليك يا خير الورى، فصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبتي فاقت محبة كل من عاش على الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولا تتغيرا. أما بعد، سعادة محافظ محافظة بلقر، السادة رؤساء المراكز في المحافظة، مشايخ وأعيان قبائل الصهب، ضيوفنا الكرام، أهلاً حللتم كل قلب مخلص يهوى الوفاء ويغتدي بالهون، أنتم نجوم في السماء تسامقت وصفت كمثل اللؤلئ المكنون، قد ضوعت منا البشائر فرحة وبدا السرور بكم كقطر مزوني، مرحبا ألف أهلا حللتم أهلا ووطأتم سهلا، مرحبا هيل عد السيل يا مرحبا عد القوافي والأزهار، ترحيبة من قلب يبدي شعوره
أنوارها تزهى على كل الأنوار في محفل يشرف بروعة حضوره. أيها الأحبة، أيها الفضلاء، قدموني الكرام وما أنا إلا تلميذ في ساحة الخطباء، وأصروا علي أن أتكلم وما أنا إلا طالب صغير في ساحة البلغاء. تذكرت أن هناك خنجراً تخدم السيوف، فما أنا إلا خنجر أخدم هذه السيوف. والله لست الأفصح، والله لست الأفصح ولست الأبلغ، وما أنا إلا تلميذ صغير في قامة هؤلاء الكرام. أيها السادة، ها نحن في يوم كريم، يوم الحلوى، ولكنها ليست حلوى العيد، إنها حلوى الطموح، إنها حلوى النجاح، إنها حلوى التميز. ها نحن في يوم من أيام الفرح، يوم من أيام الأنس والسرور، امتزجت أفراحنا بيوم توحيد الوطن، بيوم تكريم أبنائنا الطلاب. فما أفضل هذا الامتزاج، وما أفضل هذا التزاوج. هنيئاً لوطننا بقاداته، وهنيئاً لنا بحكامنا، كما هنيئاً لنا بأبنائنا، هنيئاً لنا بهؤلاء الكرام الذين ارتقوا في سماء التميز، ارتقوا على سلم النجاح. لا فخر، ليس هناك نسب، ليس هناك شيء تفخر به إلا بابن صالح يدعو لك، وهو ما أوصانا به محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولعل هذه الثمرة هي أول أبنائنا الصالحين. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم وللمسلمين. ما هذه إلا سنبلة من سنابل الشيخ علي بن مسعد، بارك الله له في ماله وولده. ما هذه إلا بذرة من بذراته، سنابله وبذراته وخيراته فاقت تصوراتنا، فاقت توقعاتنا، فاقت كلماتنا. هنا أجد الكلمات تتعارك مع الأحرف، أيهما يشرف بأن يتكلم، أيهما يخرج مع شفتي ليرتقي لثناء وللدعاء لهذا الرجل المعطاء، رجل المعطاء الذي كما قيل عطاء من لا يخشى الفاقة. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في ماله. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل هنا، فما وقفت إلا مرحباً بهؤلاء الكرام، وما وقفت إلا خادماً لأبناء القبيلة، قبائل الصهب، لكي أخدمهم وأرحب بهم وأنقل شيئاً قليلاً من شكرهم ومن دعائهم للشيخ علي ولعائلة آل مسعد كافة. ولعلي أختم برسالتين. أما الرسالة الأولى فهي لأبنائنا الطلاب، يقول الشاعر: شباب خنع لا خير فيهم، وبورك للشباب الطامحين. اليوم العدد يتجاوز 30، 25، 15، نريد العام القادم أكثر وأكثر. لا شرف لك في هذه الدنيا إلا أن ترفع رأس والدك، ولن ترفعه بمال أو بشيء من الدنيا إلا بعمل صالح وبعلم مبارك يكون بركته على نفسك ثم على من بعدك. فالبدار البدار أيها الشباب، البدار البدار أيها القادة، البدار البدار أيها النجباء، البدار البدار أيها الكرام، أبناء الكرام. وأما الرسالة الأخرى فهي لأسرة آل مسعد، ولعلي أخص بها الأستاذ علي أو الشيخ علي بن مسعد. ثم وجدت نفسي لا أجد شيئاً من كلام الدنيا إلا عن طريق الشعراء. تذكرت قصيدة قيلت في الشيخ علي من الشاعر فلاح بن سالم، ونمسي عليه بالخير بما أننا تطرقنا لذكره. يقول: والجائزة ابدع من سخي من الكريم ابن الكرام، ناس ما تحسب في الجمايل كم نقص من مالها، أولاد بن مسعد خفير العود جعله للرحام، خلف رجال خلدوا سيرته باستكمالها، واللي عطى بالقرن كفه جهد واضح واهتمام، قولوا له إن مال الحمول للا ظهور جمالها. نعم، ف
فما للحمول ألا جمول ظهرها. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرنكم الله بالصلاة والسلام عليها. قولوا قولي هذا، فإن كان من زلل فمن نفسي والشيطان، وإن كان فمن توفيق فمن الله وحده، والحمد لله رب العالمين. شيخ سلطان، نبت عن الكرام وأوجزت وأبدعت، بيض الله وجهك وما قصرت، وبارك الله لنا فيك وفيما قلت ونفع بك. مركز عفراء كغيره من المراكز في وطننا المعطاء حظي باهتمام محافظة بلقرن ومتابعة محافظها تلبية لتطلعات ولاة الأمر بتحقيق التطور والرقي، أسوة بغيره من المحافظات والمدن والقرى والهجر. تقرير وثائقي عن مركز عفرة، جمع المادة الأستاذ ناصر بن ظافر مشرف الإدارة المدرسية. أرحبوا ثم أرحبوا والنار حالية، أرحبوا والحمية، أرحبوا ثم أرحبوا والنار حية، أرحبوا يا أهل الشجاعة والحمية، أرحبوا ترحيب لأجل الصداها، أرحبوا من طيب صدر وطيب نية، أرحبوا ثم أرحبوا والنار حية، أرحبوا يا أهل الشجاعة والحمية، أرحبوا ترحيب لأجل الصداها، أرحبوا من طيب صدر وطيب. يقع مركز عفراء في محافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير، ويعتبر مركز عفراء البوابة الشرقية لمحافظة بلقرن، حيث يربطها بمحافظة بيشة من الجهة الشرقية، ويعتبر أكبر مراكز المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تبلغ مساحة مركز عفراء حوالي 600 كيلو متر مربع، وبه 44 قرية، وعدد السكان أكثر من 23,000 نسمة. يا سعودية يا لا 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 يا لا 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 يا موطن الدين والعزة، سلام لك يا سعودية يا موطن الدين والعزة، هذا الملك هذا العلم مجد لرب رب كلمة الحق يا حية، يا رأس أبو متعب الوفي وقفة مهيب منزية. كانوا سكان عفراء وهم قبائل الصهب عبارة عن بدو رحل، حتى فكروا في الاستقرار وحط الرحال وتعليم أولادهم وإلحاقهم بالمدارس، أسوة بغيرهم من أبناء المحافظة، فقرروا التوطين والاستقرار، وحصل لهم ما أرادوا في عام 1390 للهجرة تقريبا، وقاموا ببناء المساكن من الحجارة والطين. لا 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 لا، سلام لك يا سعودية بعد استقرار أهالي قبائل الصهب وبناء مساكنهم، فكروا بطلب مدارس لتعليم أولادهم، وكان لهم ما أرادوا بافتتاح أول مدرسة للبنين، وهي مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية عام 1393 للهجرة، ثم مدرسة للبنات عام 1399 للهجرة، وقاموا
ببناء مقر لمدرسة معاذ ابن جبل الابتدائية للبنين من الحجر والطين بالمساهمات، وواكب تطور التعليم في مركز عفراء ما يحصل في مناطق المملكة، وتم افتتاح مدارس عديدة بمركز عفراء بمراحلها المختلفة، وآخرها روضة للأطفال عام 1431 للهجرة، حيث أصبح عدد المدارس بمركز عفراء بمراحلها المختلفة بنين وبنات 15 مدرسة، ومجموع ما يدرس بها أكثر من 1500 طالب وطالبة في الوقت الحاضر. أصبح التعليم في الوقت الحاضر ولله الحمد يختلف عن سابقا، وأصبح متطور جدا، حيث أن جميع مدارس عفراء أصبحت في مباني حكومية ولله الحمد، وهذا يعطي أن جميع بيئات التعليم أصبحت صالحة للتعليم وأصبحت جذابة ومشوقة للمتعلمين جميعا. كما أن أبناء عفراء والحمد لله استفادوا من مشروع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وهو مشروع الابتعاث الخارجي، فأصبح هناك العشرات من الطلاب والطالبات مبتعثين للدراسة في العديد من دول العالم. يوجد بمركز عفراء سوق شعبي كبير، وهو يوم الاثنين من كل أسبوع يمارس المواطنين فيه بيع الأغنام والأعلاف والحبوب والتمور وغيرها من السلع المتداولة في المنطقة. يوجد بمركز عفراء عدة منتزهات جميلة وكبيرة، ومنها شمال المركز وادي مشهد، وهو منتزه كبير يتميز بوجود أشجار السدر الكثيفة، ويوجد جنوب مركز عفراء منتزه سقام ومنتزه جمح، وكذلك منتزهات الرحبة ومطى والإكرار في أعلى وادي عفراء. وعلى الرغم من عدم توفر الخدمات البلدية بهذه المنتزهات، إلا أن طبيعتها الجميلة ومناظرها الخلابة وظلالها الوافرة جعلها محببة جدا للمتنزهين في كل الأوقات. يتوفر بمركز عفراء 7 مخططات حكومية سكنية على الطراز الحديث، وقد بدأ المواطنون البناء بها على الطريقة الحديثة منذ سنوات، والاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري. يتوفر بمركز عفراء
العديد من الإدارات الحكومية، وهي مركز الإمارة، ومركز الدفاع المدني، ومخفر شرطة عفراء، نقطة أمن عفراء، بريد عفراء، مكتب الخدمات البلدية بعفراء، مركز الرعاية الصحية الأولية بعفراء، جمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء، مدرسة معاذ ابن جبل الابتدائية للبنين، مدرسة معاذ ابن جبل الابتدائية والمتوسطة للتربية الخاصة للبنين، مدرسة الزبير بن العوام المتوسطة والثانوية للبنين، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة للبنين، ابتدائية عفراء للبنات، ابتدائية عفراء لتحفيظ القرآن الكريم للبنات، ابتدائية الصرف للبنات، متوسطة عفراء للبنات، ثانوية عفراء للبنات، مدرسة محو الأمية نساء، الروضة الحكومية الأولى للأطفال. أهالي مركز عفراء يسألون الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية، وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد حفظهم الله جميعا، ويأملون من المسؤولين تلبية احتياجاتهم مستقبلا، مثل إيجاد بلدية لمركز عفراء، ومحكمة عامة، والهلال الأحمر، وهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدائق عامة للمواطنين. دمت يا وطننا آمنا وشامخا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن وشعبك يلبونك بروح وارواحنا حيا. يا لا 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 لا، سلامي لك يا السعودية. يا لا 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 يا لا لا لا، يا موطن الدين والعزة. سلامي لك يا السعودية، يا موطن الدين والعزة. هذا الملك نحسب الموت حيث النظروا دنا باللقى فيم، وصوت واحد ما تدفى في حين غنية غنية. واللي نواظر ودافنا يموت في الحال في غيه عند المطار. سعادة المحافظ، أيها الحفل الكريم، الشيء بالشيء يذكر، وأنا أدخل إلى عفراء قادماً إلى هذا الحفل رأيت العديد من المدارس. حقيقة سؤال كان يتبادر إلى ذهني، هذا العدد الكبير من المدارس من يخدم؟ ولكن أعتقد أن ما رأينا في هذا التقرير، والذي يشكرون القائمين عليه ومن أعد هذه المادة، أجابت على جميع التساؤلات. فدعائنا لولاة أمرنا من قدموا هذه الخدمات إلى جميع المدن والقرى والمحافظات والهجر، ثم نرفع أيضاً أكف الضراعة بأن يعين القائمين على هذه المدارس من معلمين ومعلمات، فدائماً ما نحتفي بالمتفوقين والمتميزين وننسى من يقوم على تميز هؤلاء الطلبة، فدعائنا لهم بالتوفيق والسداد، فهم لا شك يحملون على عواتقهم همًا وأمانةً وحملًا كبيرًا. أيها الحفل الكريم، المميزون ثروةٌ وطنيةٌ غالية، يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية. المميز ينتظر أو ينظر لما حوله بوعيٍ
ويتطلع لمستقبل مشرق، وهو مع هذا يحتاج لمن يعينه ويوجهه ويدفعه لمواصلة مسيرته الموفقة حتى يبلغ مآربه وينال مراده ويحقق آماله. اليوم بل الليلة يعانق أهل العلم مراتب الشرف وينالوا نجومية التفوق بعد لفتة رائعة وجهود نافعة بإذن الله وبحرص ورعاية واهتمام سعى لها المخلصون من رجال عفراء، وعلى رأسهم صاحب هذه الجائزة الشيخ علي بن خفير آل مسعد. هدفهم جميعاً واحد وغايتهم جميعاً واحدة، غاية نبيلة وهي الارتقاء نحو العلياء. حفلنا الكريم بين ذكريات الماضي وآمال المستقبل حكايات وأمنيات، وهذا اللقاء وهذه الجائزة حكاية رائعة وأمنية جميلة تحققت، بل أقسم أنها تحققت. نستمع إلى هذه الحكاية من بطلها وعرابها وراعيها الشيخ علي بن خفير آل مسعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الحمد لله على طول الأعمار وتجديد الآثار في كل عام لنا ميعاد، والمجد لبلادنا في كل يوم لها معه ميلاد. صاحب السعادة محافظ محافظة بالقرن، أصحاب السعادة رؤساء المراكز، أصحاب الفضيلة المشايخ والنواب، أبطال التفوق العلمي، الأوائل الطلائع، ضيوفنا الكرام، أهلاً بكم، أهلاً بكم في جائزة التفوق العلمي لهذا العام، وهي تكرم نخبة من المميزين، والجميل حقيقة أن تكون متزامنة في يوم وطننا، في يوم وطننا الغالي، امتثال لتعليمات وزير التربية والتعليم سيدي الأمير خالد الفيصل، أن تكون كل إنجازات التربية والتعليم في يوم الوطن، ومن هذا الأساس نقف مع إنجاز الأنجاب، بناة الوطن وعدد المستقبل. أهلاً بالقادات التربوية والأرواح المفعمة بالوطنية، مرحباً بكم في لحظة من لحظات تكريم بناة المستقبل وعدته، باسم كل قائم على هذا العمل، والله نسأل أن يجعل الأعمال خالصة لوجه الكريم. ماذا أقول لكم؟ والشعور يعلم به الله مدى اعتزازي بوطني وحكامه وكل لحظات إنجازه، وهذه لحظة من لحظات الفخر برجالاته وشبابه وأشباله في يوم وطني العظيم. فغداً ذكرى توحيده وآثاره الفريدة، وبحكم لملوكه أهل الآراء السديدة، فأيامنا كلها وطن. أحبتي، افخروا بهذا الوطن وثراه، افخروا بمجده، افخروا بامتداد حده، افخروا بملوك أهل الصلاح، افخروا بصروحه وإنجازات النجاح، افخروا بانتمائكم الطاهر للأرض الطاهرة ضمت نبياً وصحابة، افخروا بولاء لحكم جعل منا قوة وصلابة، افخروا بأيامه فأيامنا كلها وطن، نعيش بهوية دين شامل ونعيش بحب وتضامن. أحبتي، أنير العقول وأنير القلوب برسالاتكم وواجباتكم الوطنية تجاه هؤلاء الأبناء، فمن أي مكان ومن أي جهة تكون وطنيتنا ليست حكرا بمسميات أبنائي،
اعلموا إن الله جعلكم في أقدس مكان، واختار لكم حكماً به العدل، احفظوا وطنكم، حصنوا أنفسكم من كل فكر ضال، الوطن يستحق منا الكثير، حفظ الله مليكنا وباني نهضتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي عهده وولي ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير أميرنا الذي سخر لنا كافة السبل في المنطقة حتى أصبحت عسيراً وجهةً حضارية بجبالها ورجالها. نلمسُ هذا الجهد بكفاءاتٍ إدارية همهم العمل بإدراك ممثلاً في محافظنا القدير. وفي الختام أشكر لكم الجهود وكريم الحضور ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعد المغرب اجتمعنا مع طلبنا مشايخ عفراء واجتمعوا مع الأخ عبد الله أخي الأكبر والأخ سعد والأخ سعيد وطلبوا دعم الملعب الرياضي لمبنى الثانوية وكلفوني أن أقدم باسمهم مبلغ 100,000 للمبنى لملعب الكورة إن شاء الله حق الأشبال وإن شاء الله إن شاء الله لا تفيد. شكراً لراعي هذه الجائزة والقائم عليها والداعم الحقيقي لكثير من المبادرات في محافظة بلقرن. عشنا قبل فترة ليست بالبعيدة تكريم الدكاترة على مستوى بلقرن الحجاز وتهامة، ثم عشنا بعدها تكريم حافظة كتاب الله، وهذه الجائزة العظيمة التي تحدث عنها الجميع في هذا الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، ثم نعيش الليلة تكريم هذه الكوكبة من أبناء عفراء. فقد عم الخير، فشكراً لك أبا أويس، شكراً لك من القلب، شكراً باسم جميع أبناء محافظة بلقرن. نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وولدك وأن يكثر من أمثالك، وأن نرى غيرك من أبناء هذه المحافظة وكل فيه خير لا شك أن يقوموا بما قمت به. فالمحافظة، ويتفق معي المحافظ، تحتاج إلى الكثير والكثير، وتحتاج إلى تعاضد جميع أبنائها، ليس والتجار فقط بل جميع شبابها. وهذا المحافظ الرجل الصالح الذي فتح أبوابه لشباب المحافظة، كانت أول كلمة له أبوابي مشرعة لشباب المحافظة، وخص بالكلام شباب المحافظة. فلنهب معه لقيادة هذه المحافظة، ونأخذ بيده ويأخذ بيدنا إن شاء الله إلى المعالي. محافظ محافظة بلقرن، أيها الحفل الكريم، أتذكر مقولة خالدة: إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. أهل العطاء يستحقون الوفاء، وما أكثر الوفاء الأوفياء في وطن العطاء. أوبريت يحكي عن إنجازات صاحب الجائزة، طبعاً هو لا يعلم عن هذا الأوبريت حقيقةً، هو كلمات سعد بن خفير بن عبد الله وأداء مبارك بن ناصر الدوسري، وهذا العمل إهداء من سعد بن خفير لصاحب الجائزة، فشكراً للمهدي ويستاهل المهدى له. مقامات العلا، إهداء إلى رجل الأعمال الشيخ علي بن مسعد القرني. كلمات عذب السجايا سعد بن خفير القرني، أداء ملك الصوت مبارك بن ناصر الدوسري. بدا بوجود في مطلع قصيده بمدح الكفو ما حد نديده، يشوش الراس لف على النشامه وتطير بشعر امجاد فريده، وتطير بشعر امجاد فريده ويجذبني
جز للعضايا كريم حق جمال بعيدة علان للمعالي له عوايد وحاز المجد برجاه العديدة وحاز المجد برجاه العديدة حكيم الراي في كل مستفيدة من أهداف التفوق مستفيدة صنع مجد لمن سهر الليالي ولا تحصى نزاياه العديدة نعدك فخر يا فخر القبيلة رصيدك في مساعك مساعيك الحميدة يا شيخ في الوجاهة والتجارة مقامة العلا والمجد فيدا يشرفني مقامك يا ابن عمي عسى ايامك يا ابن مسعد مديدة عسى ايامك يا ابن مسعد مديدة بن مسعد حاتمي بالقرن جودا وعنوان الكرم واهله وسيده واذا كان الكرم للاصل ينسب علي بن مسعد ابوه حفيده علي بن مسعد ابوه حفيده شهم الوليدة عسى الله يسخر لك جنوده ويفتح لك خزائن الأرض بيده ويفتح لك خزائن الأرض بيده من لا فعله وهذه من جزاته عسى ربي من أفضله قولوا امين عسى المليار ينزل في رصيد كل واحد منا وابو اويس 10 مليار طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله تحيه للاستاذ ناصر بن ظافر على الفيلم الوثائقي الذي رايناه قبل قليل وهو توثيق لما كانت عليه وما هي عليه الآن عفرة أيضاً تحية للشاعر سعد بن خفير على هذا العمل الجميل وعلى هذا الوفاء الغير مستغرب حقيقة عن أبناء هذا الوطن في جميع محافظاته ومدنه فالوفاء ديدن الجميع وكيف لا نكون أوفياء وقائدنا الملك عبد الله أبو متعب حفظه الله لا زال للحفل بقية وللقصيد مكان هذه قصيدة للأستاذ عايض بن عبد الله مشرف النشاط بمدرسة عفراء المشرف المتميز
الذي أحدث نقلة في هذه المدرسة منذ جاءها. يتفضل مشكورا. الحمد لله الذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة اقرأ فبلغها أمته حتى سمت بالعلم والعمل، وكل من أكرمهم نال من الفضل ما نالوا، سعادة محافظ بالقرن، رؤساء المراكز والأعيان، مشائخ القبائل، أسرة آل مسعد، الشيخ علي بن مسعد، أبناءنا المتفوقين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، قبل أن أشرع في إلقاء قصيدتي بين أيديكم الكريمة، أود أن أقول قولاً وأقسم عليه، فأقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أن الشيخ علي ما نال هذا الحب وهذا التقدير وهذا الاحتفاء إلا أنه رفع من شأن أهل كتاب الله، ورفع من شأن الدكاترة والمتميزين والمناصب العلمية العالية، ورفع من شأن أبنائنا الطلاب بجميع مراحلهم. فأسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن يخلف له في أهله وماله، وأن يرزقه سعادة الدارين، وأن يعلي مقامه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باسم منسوبي ثانوية ومتوسطة الزبير بن العوام والأهالي والطلاب وكل من عاش في هذه المدرسة وسيمر بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيك خير الجزاء فيما أنفقت وما أنفق الأهالي وما أنفق إخوتك الكرام في هذا المجال، سواء كان في الرياضة، سواء كان في تطوير المدرسة، سواء كان في تطوير الفصول. قولوا آمين. للصهب في معجم الأمجاد أسماء، وفوق بدر الدجى قصر وأفياء، حازوا المكارم من بدو ومن حضر، من مبتدى ألف حتى انتهى الياء. حدائق الشعر فيهم قام قائمها، والجود فيض وأنهار وإهماء. لله درهم في كل سابقة قدح معلى، له في الحق إمضاء. ركب الحضارة ساروا قبل مقدمه، فأكتسوا من جميل الفعل أضواء. واليوم في مجمع تكفي شهادته أن العقول لها قدر وإعلاء. إن كان حاتم أقرى الضيف وابتدر، هذا علي له في البذل أنواء. فالعاكفون لحفظ الوحي أكرمهم، فكان فيء من الرحمن ما فاء. ومن له في سماء العلم منزلة يسمو بها الدال أو يسمو بها الباء. أبا أويس
كتبت الشكر قافية ممشوقة من بهاء الحسن عفراء، قد قالها من يرى في الناس صنعكم شهادة من بطون السحب بيضاء. إني أمثل هذا اليوم مدرستي كطالب همه في العلم أشياء، إن أحسن الفعل هذا جل مقصده أو صابه من هوى التقصير إعياء. يا أيها الجمع، يا أيها الجمع، قولوا كلما بزغت شمس النهار ونال الليل إغفاء، قد أكرم العلم من يمضي بما علم، وأكرم المال مقدام ومعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك، بيض الله وجهك، ما قصرت. ما أجمل ونحن نتقلب بين القصائد، بين فصيحها ونبطها أو عاميها. دائماً يقال الختام مسك، كيف لا والقادم من هناك، من هناك رسول بلقرن وشاعرها الكبير ورمزها الذي لا يشق له غبار، بل إنه حبيب جماهير العرض في كل مكان، الشاعر الكبير الرمز صالح بن عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكر أخي المقدم على مقدمته، وباسم قبائل الصهب نواب وقبائل نرحب بسعادة المحافظ، حياك الله يا طول العمر وجميع من رافقوه. الحقيقة تشرفت بدعوة الشيخ علي اليوم، وقد يجوز الأبيات اللي حضرتها ما ترقى إلى مستوى الحدث، فهناك أكثر من حدث، هناك يوم وطني، وهناك تكريم متفوقين، وهناك أمور، ولكن نسأل الله أن يقدرنا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. اسمعوا يا دحيم الهول يا بالقرن يا مقسمي، أنا خدامكم يا تاج راسي في جميع المحافل، واجتهد مثل غيري واعتذر لو سار مني قصورا، جاز يلحقني التقصير أنا والغير وما عليلا، ابن مسعد من التقصير عي الله على شاربه، ابن مسعد من التقصير عي الله على شاربه. أفضل القول ذكر الله وصلوا عن النبي الهاشمي، ثانيا عن بدود الصحب جيت أقدم أربع رسائل، كلفوني بها والله يعاوني على نقلها. أولاً
تهنيتنا للملك وولي عهده والأسرة كل شعب السعودية نهنيهم بيوم الوطن هذا يوم يذكرنا بذاك العود صقر الجزيرة وحد المملكة وارسى دعايمها وعز البناء واستمروا عياله واحكمونا من كتاب وسنة والله دايم عز المملكة ويذل عدوانها والله دايم نهضت مملكتنا في جميع المناطق والله دايم وحدتنا ولحمتنا مع بن سعود ثانياً عن بدود الصحبة هذه رسالتي الثانية مرحبا يا محافظنا ترحيب المطر يا ابن عوضة شرف الله مقامك وانت بالتشريف شرفتنا وانت من رؤوس ربعك يا ابن عوضة قبل تغدي محافظ واختيارك تدير محافظتنا ما حصل من فراغ مرحبا يا محافظنا العسيري وانت منا وفينا باسم سكان عفرة واسم رئيسنا محمد سعد مرحبا يا محافظنا العسيري وانت منا وفينا باسم سكان عفرة واسم رئيسنا محمد سعد ثالثاً عن بدود الصحبة هذه رسالتي الثالثة ألف مبروك للمتفوقين وحاصدين الجوائز في جميع المراحل والتفوق من جميع الصفوف عندنا من شباب الصحب من حاصل على أعلى شهادة بكالوريوس ماجستير دكتوراه والجامعة والذي في الصفوف الأولي والثانوي ومتوسط من يصدق لا 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 من يصدق وبعض بايهم باقي في البادية واختتام القصيدة بالرسالة الرابعة والأخيرة بيض الله وجهك يا سندنا يا علي بو أويس أنت من يدعم المتفوقين ويدعم ابناء القبيلة أنت من يدعم المتفوقين ويدعم أبناء القبيلة والجمعيات والتحفيظ داعمها علي بن خفير قولوا والله يبارك فيه ويبارك حلاله وماله
تشهد محافظة بالقرن دعمه في مشاريعها. الله يرضى عليه ويرحم الشايب خفير ابن مسعد اللي خلف رجال ما تقصر في مواجبها. واسمعوا يا دحيم الهول يا بالقرن يا مقسمي، أنا خدامكم يا تاج راسي في جميع المحافل، أجتهد مثل غيري واعتذر لو سار مني قصور. جازي الحقني التقصير أنا والغير وما عليلة، ابن مسعد من التقصير عي الله على شاربه، ابن مسعد من التقصير عي الله على شاربه. سلامتكم. بيض الله وجهك وجمل الله حالك وما قصرت، هذا أبو أويس ما قال لك إلا متأخر يعني. حق لنا أن نفخر بك شاعر المحافظة ورمز بالقرن، وحق لنا أن نفخر بجميع شباب عفراء الذين حققوا المرغوب ونالوا المطلوب، بل إن شباب عفراء جعلوا البوصلة تتجه إلى هنا إلى عفراء، فنسأل الله لهم التوفيق. وبما أن الحديث عن شباب عفراء، مجموعة من الأسماء حصلت عليها بحكم علاقتي ببعض الشباب في عفراء، وهؤلاء من طلبة الماجستير والدكتوراه، لنرفع أكف الدعاء لهم بأن يحققوا المرغوبة وأن يعودوا إلى الوطن حاملين أعلى الشهادات ليكونوا لبنةً صالحة في بناء هذا المجتمع. سعد بن عبد الله بن خفير المسعد، ماجستير إدارة أعمال من بريطانيا نورثهامبتون. محمد بن سعيد بن خفير المسعد، بكالوريوس هندسة كمبيوتر ساينس من جامعة بيدفورشير من بريطانيا. علي بن محمد بن خفير المسعد، بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة نوتينغ هام ترينت من بريطانيا، طبعاً شهرين ويكمل رسالة الماجستير بمشيئة الله. صالح بن سعيد بن خفير المسعد، بكالوريوس هندسة حاسب من جامعة الباحة. محمد بن علي بن خفير المسعد، بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة داربي ببريطانيا. علي بن عبد الرحمن بن خفير المسعد، بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سوانيزي من بريطانيا. نسأل الله لهم التوفيق، ولا شك بأن طبعاً إذا تحدثنا عن الابتعاث نشير إلى صاحب الابتعاث، إلى الرجل الأول والمفكر الكبير لبناء إنسان هذا الوطن، خادم الحرمين الشريفين، مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يضم الآن بين جنباته ويرعى أكثر من 150 ألف مبتعث موزعين على جميع دول العالم ينهلون من مناهلهم، بل كل يوم نقرأ خبر في جريدة عن حصول أحد المبتعثين على جائزة وتفوق على هذه الجامعة، بل إن شباب المملكة الآن يديرون كثير من المستشفيات على مستوى العالم ويرأسون كثيراً من الأقسام أيضاً على مستوى العالم. قبل أن نعلن عن الأسماء، طبعاً لا زال للوفاء مكان في هذه المجتمعات، بل نحن
محلاً للوفاء والتربية على الوفاء. مدير هذه المدرسة السابق يعمل الآن في جازان، عندما علم بهذا الحفل تكبد العناء وجاء إلى هنا وأصر بل أقسم أن يشارك، فليسمح لنا المحافظ طبعاً وإن كنا تجاوزنا الوقت، ولكن وفاءً لهذا المعلم وفاءً لهذا المدير من حقه علينا أن نكون معه أوفياء. يتفضل سليم بن علي لمشاركة. قبل أن يبدأ سليم، أعتقد أنني نسيت اسم علي بن سعد بن خفير آل مسعد، ماجستير القانون التجاري الدولي، وفقه الله ليعود لبنة صالحة في هذا المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف هنا مرحباً ومباركاً ومفتخراً ومعتزاً، فمرحباً بسعادة المحافظ وصحبه الكرام وجمعكم جميعاً، ومباركاً للوطن، ومباركاً لأبنائنا المتفوقين، ومفتخراً بأخوالي أو خوالي آل مسعد، يتقدمهم الشيخ أبو أويس، وأشكر حقيقة اللجنة المنظمة فقد أعطوني وقتاً ربما لا أكون في البرنامج، ولكن تقديراً منهم لي ولمشواري فجزيل الشكر لهم جميعاً. أما مشاركتي فهي فخر في هذه العائلة التي يفخر بها بلقرن أو تفخر بها بلقرن عامة وقبائل الصهب خاصة، فكيف بي أنا وهم أخوالي وتاج رأسي؟ أقول سلام يا بيت الغنى والمشيخة رؤوس الرجال، يا قصر بلقرن المنيف اللي يذريهم ذراه، سلام من راسي وانا ابن العود محمود الخصال اللي خذا بنت الكريم اللي ينومسني نباه، بنت الكريم اللي لا عدوا عريبين الخوال، قلت ابن مسعد خالي اللي تذكر الاسم وراه، بنت الكريم اللي لا عدوا عريبين الخوال، قلت ابن مسعد خالي اللي تذكر الاسم وراه، يلا تعافي الحي منهم ورزقه مال وعيال، والميت الله يرحمه وإعداد ما ورا ثراه، الشجرة المبروكة اللي كلها ظل وظلال، هذه حقيقة قلتها والله يراني من سماه، سعد الرفيق اللي إذا جاه اكتئاب وضيق بال خلوه يدله ويتبسم ويتناسى ويش جاه، واللي إلى منه الحمول أزرت تقوم بها الجبال، واللي إلى منه الحمول أزرت تقوم بها الجمال، وقف لها الرجال منهم كنه بيحمل عصاه من أول وذا الحين، هذا طبعهم مثل الجبال، تدرون وش معنى جبل؟ يعني صعيب المرقاه، انتوا البلقرن افتخار وتاج راس وراس مال، أفعالكم غنت بها الركبان وضنت بالرواه، وإذا حد شك بكلامي ودي أرمي له سؤال، من غيرهم من غيرهم لا يكرم القرني إذا أخذ الدكتوراه، من غيرهم لا يكرم القرني إذا أخذ الدكتوراه. سلامتكم. سلمت، بيض الله وجهك، ما قصرت، وتعود الجازان إن شاء الله سالم غانم. بعد أن تحدثنا كثيراً عن المتفوقين والمتميزين، آن الأوان إلى أن نرى هذه الوجوه، وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا، بحمد الله أترعنا كؤوس النصر سامينا، ونلنا بهجة الدنيا فسلمنا وصلينا، فكم عين لنا سهرت وجفن في دياجينا، وكم من ليالينا الساجي أضأنا الكتب تالينا، ونام الناس لكنا صحبنا النجم راعينا، فقرطاس نسامره وقرطاس يسلينا، ومسألة تداعبنا وأخرى قد تبكينا، ودرس من أطايبه قسمنا حلوه فينا، وآخر من تقريه وهبناه ليالينا. هذا لسان حال المتفوقين. الآن
سيعلن عن أسمائهم، ومع كل اسم يعلن ندعو له دائما بالتوفيق، وفقهم الله لكل ما فيه خير هذا الوطن ثم خير هذه المحافظة. ندعو سعادة محافظ محافظة بلقرن أيضا راعي الجائزة إلى مكان تسليم هذه الجائزة، ثم ندعو الأستاذ سعد بن عبد الله بن مخفور عضو اللجنة المرشد الطلابي لإعلان الأسماء، ويحق لهذه الأسماء مع كل اسم يعلن تحية يستحقها، فقد بذلوا الكثير للمثول أمامكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سعادة محافظ محافظة بلقرن، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء لجنة الجائزة، أتشرف بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الشيخ علي بن مسعد للتفوق العلمي لهذا العام. أولاً، التعليم العام. الطالب أنس سعيد عبد الله، الصف أول متوسط تحفيظ، التقدير ممتاز، النسبة 99.59%. يتسلمها نيابة عنه أخوه الأخ علي بن سعيد. الطالب فيصل سعد طمام، الصف الثالث متوسط، التقدير ممتاز، النسبة 98.71%. يتسلمها نيابة عنه جده الوالد العزيز طمام بن سابر. الطالب خالد سعيد عبد الله، الصف أول ثانوي، التقدير ممتاز، النسبة 99.86%. الطالب سعد محمد مبارك، أول ثانوي مقررات، التقدير ممتاز، النسبة 98.36%. الطالب سعيد علي سعيد، الصف الثاني ثانوي علوم طبيعية، التقدير ممتاز، النسبة 99.64%. الطالب سعد سعيد عبد الله، الصف الثالث ثانوي علوم طبيعية، التقدير ممتاز، النسبة 99.3%. الطالبة رنان سعد مبارك، الصف الأول متوسط، التقدير ممتاز، النسبة 98.57%. أمجاد علي سعد، الصف الثالث متوسط، التقدير ممتاز، النسبة 99.86%. رهف سعيد عبد الله، الصف الأول ثانوي، التقدير ممتاز، النسبة 99.71%. أروى مرعي علي، الصف الثالث ثانوي علوم طبيعية، التقدير ممتاز، النسبة 99.85%.
أسماء عايض سعد، الصف الثالث ثانوي، طبيعي مقررات. التقدير ممتاز، النسبة 98.70%. ثانياً درجة البكالوريوس، الأول شعلان علي شعلان، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، جامعة جنوب إلينوا، الولايات المتحدة الأمريكية. التقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية. زهير سليم سعد، بكالوريوس كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية. الأخ محمد سعد عواض، بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة الطائف. التقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الثانية. كوثر عبد الله علي، بكالوريوس علاج طبيعي، جامعة الأميرة نورة. تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. فاطمة عبد الله سفر، بكالوريوس تربية خاصة، جامعة الطائف. تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. منيرة علي عائض، بكالوريوس تربية، جامعة الملك عبد العزيز. التقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية. منيرة سليم سالم آلف هيد، بكالوريوس جغرافيا، جامعة طيبة. التقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية. فاطمة علي ظافر، بكالوريوس لغة إنجليزية، جامعة الملك خالد ببلقرن. درجة الماجستير، عهود علي عواض، بكالوريوس لغة إنجليزية، جامعة الملك خالد. درجة الماجستير، سعادة العميد محمد بن عبد الرحمن بن محمد القرني، ماجستير علوم الاستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الأستاذ محمد سعد معيش، ماجستير في النحو والصرف، جامعة أم درمان بالسودان. الأستاذ مانع سعد معيش، ماجستير في النحو والصرف، جامعة أم القرى. تقدير ممتاز. محمد عبد الله سعد، ماجستير إدارة أعمال، جامعة برندايس الولايات المتحدة الأمريكية. شعلة زهير سابر، ماجستير في العلوم، تخصص كيمياء تحليلية، جامعة ويلز بانغور ببريطانيا.
يتقدم الأستاذ محمد سعد الخثعمي رئيس المركز تقديم درع تذكاري لسعادة المحافظ. يتقدم الشيخ علي بن مسعد تقديم درع تذكاري لسعادة المحافظ. درع تذكاري من الأستاذ سعد بن خفير لصاحب الجائزة الشيخ علي بن مسعد. هذا وبالله التوفيق. سعادة المحافظ، راعي الجائزة، صورة تذكارية مع المتفوقين بعد إذنكم. نشكر سعادة المحافظ، نشكر راعي الجائزة، شكرا لكم جميعا. منسوبي مدرسة عفراء، تفضل يا سعد. خلي المحافظ. تفضلوا يا أخوان، تفضلوا. لا زال هناك بقية، نرجو من الجميع الجلوس في أماكنهم. لا زال هناك بقية، نرجو من الجميع الجلوس في أماكنهم. أولاً نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يديم علينا ما نحن فيه من نعم. ولا شك بأن احتفائنا واحتفالنا بالمتفوق والمتميز وأن نحيا مثل هذه الليلة هي من أبلغ النعم. الأمر الآخر، نتوجه لسعادة محافظ محافظة بلقرن وراعي التعليم الأول فيها وراعي التفوق والتميز وراعي كل جميل في هذه المحافظة، نتوجه له بالشكر الجزيل. بحجم السماء سعادة المحافظ نشكرك، بحجم عنائك وتكبدك العناء للحضور إلى هنا نشكرك، بحجم ما تقدم لهذه المحافظة نشكرك. فلك منا الدعاء بأن يوفقك الله سبحانه وتعالى لأن تحقق آمالك أولاً، وأن تحقق آمال أهالي محافظة بلقرن ثانياً، وآمال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ثالثاً. ثم من القلب شكراً أبا أويس، شكراً على ما قدمت وما تقدم ولا تتوقف، فنحن ننتظر منك المزيد. والأكيد كل سنة ننتظر جائزة الدكاترة وجائزة تحفيظ القرآن وجائزة التفوق العلمي بعفراء، ونتمنى أن تضيف لها رابعة وخامسة، فشكراً لك من القلب. بالحب التقينا وعلى الحب سنلتقي بمشيئة الله تعالى. انتهى هذا الحفل، ولكن ليس هذا كل شيء، لا زال للتميز بقية وللتفوق آفاق مستمرة ومستمدة من إصرار أبنائنا. نسأل الله التوفيق للجميع. إلى أن ألقاكم في السنة القادمة أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً بمناسبة اليوم وطني أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأهني الأسرة المالكة، وأهني الشعب السعودي بهذا اليوم المجيد الذي نسأل الله أن يديمه علينا بالأمن والإيمان، كما أنني أرجو من الله العلي القدير أن يتم علينا الأمن وأن ننعم بهذا الأمن وأن يكفينا شر من في شر وأن يحفظ هذا البلد من كل سوء. كما بالنسبة لجائزة التفوق العلمي في عفراء، أشكر الأخ علي
أخي وشقيقي على تبني هذه الفكرة وعلى تكريمها أصحاب العلم والمتعلمين، نرجو له التوفيق ونرجو لكل من حصل على تفوق علمي التوفيق له وأن يخدم بلده، نسأل الله ذلك في كل حين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر الله شكرا عظيم. أولا نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة عسير، هذا شرف كبير لنا. أولا نعاهدهم بالولاء والطاعة، إننا جنود مجندة لحكومتنا الرشيدة بما يحتاج منا في حفظ الأمن ومع قواتنا المسلحة والقوات الأمنية وكل ما يلزمنا احنا جاهزين، قبائل بالقرن ومنهم قبائل دحيم، فقبائل دحيم لا يقل عددهم عن 40,000 نسمة، وهذا شرف كبير لنا أن نكون خدامين لهذه الدولة الذي تبذل كل ما في وسعها لخدمة الدين والوطن والمواطن، هذا شيء يشرفنا. ثانيا جينا إلى هذا المكان بدعوة من منتدى قبائلنا عفرة، وهذا المنتدى شرف كبير لنا أن نحضر كوكبه من المبدعين الذي يحتاجون الجائزة، فلهم منا الشكر والعرفان بهذا التميز، وهذا شيء يدل على أن الآباء والمدرسين القائمين على هذا الكوكبة يبدعون وينتجون الشيء اللي هو صالح للطالب وللمدرسة والقبيلة اللي هم منها، فهذا شيء يشرفنا. ثانيا نشكر القائمين على هذا المنتدى برئاسة الشيخ علي بن خفير بن مسعد، له منا الشكر والعرفان عشان دائما يسعى في تقديم الكثير للطلبة المتميزين والجمعيات الخيرية وكل ما يلزم، هو راعي الخير بإذن الله، فله منا الشكر والعرفان وجميع أسرة المسعد الذي هم دائما يسعون في خدمة المحافظة وخدمة المنطقة بحافظة بالقرن، فنتشرف ونشكرهم كل الأسرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدهم وأن يتغمد فسيح جناته. هذا ما لدينا وشكرا للجميع. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة ولاة أمرنا وتحت قيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ولي عهده الأمين وسموه وزير الداخلية، وإلى الأسرة الكريمة المالكة، فنسأل الله أن يديم علينا أمننا وأماننا وأن يعز الإسلام بهم وأن يعز هذا الوطن والشعب إن على كل شيء قدير، ونهنيهم نيابة وننقل لهم تهاني قبائلنا باليوم الوطني جميعا كبيرا وصغيرا. وما من ناحية تكريم فهذا التكريم تكريم للعلم والتعلم من الشيخ علي بن مسعد، وهذا في عامه الثالث، فنشكره على ذلك، وهذا من طيبه لربعه، وهذه الجائزة لقد صدى كبيرا على مستوى قبائل بالقرن من الدكتوراه الشهادات العليا إلى الابتدائية والثانوية والمتوسطة، فشكرا له على ما قدم ويقدم. وأسرة المسعد دائما وأبدا نتلقى منها الدعم الكثير، سواء على مستوى قبائل بالقرن عامة أو على مستوى المحافظة بالقرن أو على مستوى قبائل الصهب، فشكرا لهم. هذا والصلاة على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنهني الشعب السعودي باليوم الوطني
وأبناء الشعب السعودي بلما ولما، ونسأل الله العلي العظيم يتم على نا هذا لم ولما حق الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فنهني القائمين على هذا الحفل ويمل الله حالهم، شكر الله فضلهم، ونهني أبناء المدرسة بل الجوائز في هذا الحفل وفي هذا اليوم السعيد، وأن نهني لهم والجائزة من علي من خفير جزاه الله خير وكثر الله خيره وكثر الله من أمثاله، وصلى الله على نبينا محمد. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولاً نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد سخاءً رخاءً وخير بلاد المسلمين. لعلي في هذه المناسبة أستغل الفرصة وأتقدم بتهنئة مولاي خادم الحرمين الشريفين بهذا اليوم الوطني 84، ونسأل الله عز وجل أن يعيد على بلدنا أعواماً مديدة وأزمنة عديدة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. الأمر الآخر، أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ علي آل مسعد لتبني هذا الأمر المثلج، لتبني هذه الأمور التي حقيقة هي من يرفع رصيد التميز لديه. الإنسان الذي يقف بماله وبجهوده وبشخصه الكريم مع قبائله مع أبناء القبيلة، نقول له بيض الله وجهه وأسبغ عليه نعمه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك له في ماله وعياله. شباب خنع لا خير فيهم، وبورك بالشباب العاملين أو الطامحين. هنا هذه البرامج هي من يسقل الطموح، هي من يسقل الشباب الذين هم لبنات هذا الوطن. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقة لا يسعني في هذا الموقف إلا أن أشكر الشيخ علي بن خفير المسعد على تبنيه لهذه المحافظة من ناحية دعم المتفوقين وإحياء جميع الإنماءات في هذه المنطقة، فهو يسعى إلى دعم المتفوقين وكذلك دعم الدراسات العليا ودعم المنطقة في جميع مشاريعها الإنمائية. لا يسعني إلا الشكر له، شكرا جزيلا والشكر والعرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فالحقيقة في هذا اليوم الفرحة فرحتين، فرحة الوطن وهو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي العهد وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي في عزة وأمن وأمان. أما الفرحة الثانية وهي فرحة أبناء عفراء بالتكريم، تكريم المتفوقين للعام 1435 للهجرة في كافة مستويات التعليم، التعليم العام والجامعي والدراسات العليا. فأولا أزف التهاني والتبريكات للمتفوقين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجائزة عونا لهم على التقدم والحصول على أيضا كذلك الشهادات الأخرى. أما هذه الجائزة فهذا الحمد لله الموسم الرابع لهذه الجائزة، فنشكر أولا الشيخ علي بن مسعد على تبني هذه الجائزة والتي أعطت دافع كبير جدا للتفوق العلمي في مركز عفراء، وهذا شيء لن ننساه للابن البار لقبائل الصهب بمركز عفراء، فأصبح هناك التنافس الكبير لأبناء عفراء للحصول على هذه الشهادات والحصول على أيضا كذلك الشهادات الجامعية والماجستير، وإن شاء الله عن قريب أن يكون هناك من حملة الدكتوراه الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الجائزة ولدت همة عند جميع طبقات المجتمع البنين والبنات، وأصبح هناك لها ذكر وصيت شائع في المجتمع وكذلك في القرى المحيطة، وإن دل على شيء يدل على أيضا أهمية هذه الجائزة ودورها في رفع العلم والتعليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود صاحب الجائزة وأن يوفقه لما يحب ويرضى،
وأن يعود نفعها على أبنائنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنحن على مستوى الشعب السعودي كافة وعلى مستوى الأمة العربية نحتفل بهذا اليوم العظيم، اليوم الوطني. نهني أنفسنا كشعب وأسرة مالكة، ونهني ملكنا والشعب السعودي كافة بهذا اليوم العظيم. وهذا بمناسبة اليوم الوطني 84. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عز هذا البلد وأمنه واستقراره في ظل حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والأسرة المالكة جميعا، وأن يحفظ هذا البلد من كل مكروه. ثانيا، بالنسبة للموضوع الجائزة، فنحن أهالي مركز عفراء نفتخر بهذه الجائزة التعليمية والتي صادفت يوم وطن المملكة العربية السعودية، فهذا اعتزاز لنا جميعا. وبارك الله لجميع من اجتهد وجميع من شارك وجميع من عمل في إنجاح هذه الجائزة، فهذه قد نجحت الأعوام السابقة، ونفتخر هذا اليوم بأن يكون هذا هو الترتيب الثالث لهذه الجائزة، فقد لقيت صدى كبير بين أفراد الأسر أفراد قبائل الصوب عامة وبين أفراد المحافظة كذلك، وأصبحت نموذج يقتدى به على مستوى المحافظة وعلى مستوى المحافظات الأخرى. فبارك الله لراعي هذه الجائزة، وبارك الله لجميع المشاركين معه، وبارك الله في جميع المجتهدين في إنجاح هذه الجائزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نهنئ الوطن ومليك الوطن بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني، وإلى ولي عهده وإلى ولي عهده وإلى الشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة. فنحن نعيش في رغد العيش ونعيش في أمن وأمان، وهذا من أكبر النعم علينا من الله عز وجل. ثم بتصرف القيادة الرشيدة في تصريف أمور الدولة. ثانيا نشكر أبو أويس علي بن خبير بن مسعد على تكريمه لأبناء عفراء المتفوقين، ونسأل الله له التوفيق، ونسأل الله للمتفوقين التوفيق. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا المقام نرفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسه ثوب الصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد دائما في أمن وأمان، وأن يولي على المسلمين خيارهم من مركز عفراء محافظة بلقرن. نبارك للمتفوقين للمراحل العلمية، ونشكر سعادة الشيخ علي بن خفير بن مسعد على تكريمه المتفوقين في محافظة بلقرن عامة وفي مركز عفراء خاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم دائما من أحسن إلى أحسن، وأن يديم على هذا البلد الأمن والأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد أعضاء فرقة قبائل الصهب بلقرن التابعة لمركز عفراء، نهني حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين على اليوم الوطني، ونهني الشعب السعودي. بدا بوجود في مطلع قصيدة بمدح الكف ودا ما حد نديدة، يشوش الراس لافعال النشاط.